ما شاء الله، هذا محمد سعيد من الهند. سلم عليك وقلبك، تسلم. خلص انا انزل تحت انتظار انت. ها يعني تكرموا زي مثلا واحد بده يروح دورة المياه، هي من الامور المهمة. مهمة بس الواحد بلخبط ايش يعني مهم وغير مهم. يعني دورة المياه لو رحناها كل يوم 4-5 مرات الله يكرمكم ما احنا عمل انجاز للبشرية، فهي مش مهمة اكيد قد ما هي عاجلة، عاجل غير مهم. يعني من غير دورة المياه، من غير النوم، من غير شحن الجوال ما رح نقدر نكمل امورنا. اللهم استعان، اللهم استغفر. فمهما سوينا مهما عملنا صعب نخلص كل الانجازات، اهم انجاز هو الحصول على حب الله ورضاه اللي احنا بنتقاسم فيه كل البشر، سواء كنا كبار صغار، مسلمين مؤمنين، كفار، بلدين، بوذيين، هندوس، زردشتيين، مسيحيين، علويين، دروز، بهائيين، صوفيين، ايش ما كنا نتشارك انه هذا اهم انجاز لنا. اللهم استعان، اللهم استغفر.